ازاي الدولار الامريكي بيرجع قدام الجنيه في البنوك وانهار تماما في السوق السوداء، وايه اللي بيحصل في السوق الصرافة، وازاي الوحش الامريكي الاخضر بيرجع لمكانه؟ تعالوا نشوف التفاصيل. بانكير نبض البنوك. فاكرين شركات الصرافة لما كانت تقريبا فاضية بعد ما كل الزباين راحوا السوق السوداء للدولار؟ النهاردة المشهد ده اتغير تماما وللنقيض. الناس رجعت تقف طوابير علشان تبيع الدولار للصرافة اللي تابعة للبنوك او لشركات بتورد للبنوك، وده مشهد معناه ان ازمة الدولار انتهت فعلا، لان الناس عرفت ان السوق السوداء مش رجعة تانية وان خلاص الأزمة انتهت. حسب البيانات، شركات الصرافة غيرت دولارات بحوالي مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة، ورجعت تحويلات المصريين وزادت 10 مرات حسب تصريحات رسمية. كل ده بيقول إن الدولار بدأ يتراجع قدام الجنيه ومش هينقص تاني أو يختفي، لأن الدولة اتعلمت الدروس من الأزمة وفتحت موارد كتير للدولار غير الموارد المعروفة، وقدرت توفر 13 مليار دولار من فاتورة الاستيراد في سنة واحدة، وقدرت تقتحم مجال الاستثمارات العملاقة والعالمية. دولة اللي أدارت وبتدير الأزمات بالقوة دي وتخلي الدولار من 73 جنيه في السوق السوداء يتراجع ل 47 جنيه 70 قرش في البنوك، وتقلب المعادلات وتقهر الأزمات وتهزم عواصف قادرة انها تغير مصير اي أزمة وتتعلم منها الدول التانية، وان الفوضى مش هترجع تاني، وده اللي بيهم الناس. ولو روحنا البنك دلوقتي هنلاقي سعر الدولار نزل وبينزل كل يوم عن التاني، وده معناه ان الوحش الامريكي بيرجع لمكانه الطبيعي قدام الجنيه. اللي بيحصل في البنوك بيجدد الثقة والامل في الجنيه المصري وانه هيواصل صعوده قدام الدولار، وبيقول حاجة تانية مهمة جدا، وهي ان الدولار مش بعبع ولا هو وحش ولا عملة لا تقهر، لكنه عملة زي اي عملة، اللي يشتغل ويصدر ويصنع عملته قيمتها هتزيد وتاخد وضعها ومكانتها قدام عملات كل العالم. انا اشرفة اشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.